to Riyadh to give us this really wonderful. هذه الورشة هي بتنظيم مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومكتب النزاعات والاستقرار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهي تعكس الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية. تم بحمد الله تأهيل 60 شخص، يشمل النساء والرجال مثل ما ذكرت من 9 وزارات مختلفة في المملكة، وأغلبهم من الجيل الصاعد شباب. تأهيلهم في مجال بناء السلام والاستقرار حتى يواجهون الصراعات أو التحديات الناشئة واللي قاعدة تصير more complex. نسبة عدد المشاركين من المرأة في الورشة عمل الاستقرار الأولى التي عقدت في إبريل كانت 20%، هذه المرة أصبحت 40%، فشبه متساوية. وهذا يحقق قرار مجلس الأمن اللي هو UN Resolution 1325 الذي يحث الدول على إشراك المرأة في مواضيع السلام. حقيقة البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن هو مبادرة استراتيجية من سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين حفظهم الله جميع، والهدف منها هو تنمية إعمار اليمن ومساعدة الشعب اليمني في تحسين وضعه التنموي وخلق فرص العمل، وأيضا تحسين الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة اليمنية ومساعدة مؤسسات الدولة في اليمن على خدمة مواطنيها، وهي جزء من المساهمة الدولية في تنمية إعمار اليمن. والبرنامج الحقيقة بدأ في المحافظات التابعة والخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية والمحررة تحديدا، وسيستمر إن شاء الله في تقديم مشاريع لكافة المحافظات فورا إن شاء الله تحسن الوضع السياسي والأمني، أيضا من خلال استعادة الدولة لسيطرتها على كافة الأراضي اليمنية. والحمد لله المشاريع الآن وصلت إلى 93 مشروع. من ضمن أعمال التي نقوم فيها والاستفادة من خبرات الدولية في مجال الاستقرار، والجانب الأمريكي لديه خبرات كبيرة جدا، وأيضا هو من الدول التي تساهم في مواجهة الإرهاب وتساهم أيضا في دعم اليمن سياسيا ودعمه عسكريا وأمنيا لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة. أخواتنا النساء يشاركون بفعالية في هذه البرامج، هناك كثير منهم من دخل اليمن وساهم معنا في كثير من المشاريع التنموية داخل اليمن، يقومون بأدوار عالية جدا، لديهم التأهيل الكافي ونمنحهم الفرصة لمزيد من الخبرة والتعلم. فخور جدا أني أتواجد بينكم اليوم، أنا وزميلي السفير الأمريكي لدى المملكة، اللي نحن نستفيد من تجاربه. We're so happy to have Ambassador Jaber here. He and I work together as friends and partners. So thank you everyone for being here. Thank you also to all the ministries from the Saudi side for participating, for engaging, for being here throughout the 4 days.